مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج المجلة السياحية. برحب بحضراتكم حلقة جديدة من المجلة، وزي ما تعودنا دايما ان احنا بنجيب لكم كل ما هو جديد في مجال السياحة، سواء كانت السياحة داخل مصر او السياحة خارج مصر. كل مرة بيبقى عندنا موضوع معين بنتكلم فيه في مجال السياحة، ولكن النهاردة ممكن أقول الحلقة عامة نوعا ما. عايزين نتكلم على موضوعات كتيرة جدا في السياحة، خاصة بعد البرلمان الجديد وأهم التشريعات اللي موجودة عن العمل السياحي في هذا البرلمان. عايزين نتكلم بشكل موسع أكتر عن المشاكل اللي بتقابل قطاع السياحة، لأن للأسف الشديد هي بس مش مشاكل أمنية أو زي اللي حصل أخيرا وحدث الطائرة الروسية وإزاي أثر على السياحة، ولكن في عندنا أيضا مشاكل داخلية، وهي مشاكل ازدواجية القوانين، ما فيش تعديل على القوانين من فترة طويلة، وده طبعا بدوره أثر بشكل سلبي كبير على مجال السياحة. هنتكلم بشكل موسع أكتر في حلقتنا النهاردة عن هذا الموضوع، واسمحوا لي أن أنا أبدأ دايما بنشرتنا السياحية ونبدأ بأهم العناوين. مصر ستعين شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات. خسائر السياحة الأوروبية نتيجة هجمات باريس تقارب مليار يورو. ونجاح ترميم القناع الذهبي لتوت عنخ إيمن وعودته لقاعة عرضه بالمتحف المصري. تعالوا نبدأ مع بعض بتفاصيل أول خبر في مجلتنا السياحية، وهو عن إبداء سفير مصر لدى روسيا محمد سلطان الاستعداد التام لاستقبال السائحين الروس. وعبر أيضا السفير عن أمله في أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي عندما يتم رفع الحظر عن السفر إلى مصر. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. درجات الحرارة التي تشهدها روسيا هذه الأيام تجعل من الصعوبة على السائحين قضاء أوقاتهم داخل البلاد، فدرجة الحرارة تصل إلى صفر مئوية وتنخفض إلى ما دون ذلك، وهو الأمر الذي كان يتم التغلب عليه من خلال توجيه رحلات إلى مصر وتركيا. نعتقد أنه لا يجب أن نروج لأي أوهام. الإعلانات التي تقول بأن 5 ملايين شخص هو تقدير تقريبي للمشاركين الذين يتدفقون إلى تركيا ومصر، سيتجهون بدلا من ذلك إلى منتجع. مصر أبدت استعدادها لاستقبال السياح الروس، وعبر السفير المصري بموسكو محمد سلطان عن أمله في أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي عندما يتم رفع الحظر عن السفر إلى مصر. كنا نستعد لنتبوأ المرتبة الأولى للسياحة الروسية الخارجية. نحن الشعب المصري يفتقد إلى الشعب الروسي، تقريبا 3,200,000 العام الماضي، وكنا نستعد للمزيد في هذا العام، ولكن إن شاء الله ستزيل الاتصالات هذا الوضع قريبا. كانت روسيا قد فرضت حظرا على السفر إلى مصر بعد حادث طائراتها في سيناء، كما فرضت حظرا أوسع على السفر إلى تركيا على خلفية إسقاط أنقرة لطائرة عسكرية روسية على الحدود مع سوريا. لسه عن السياحة الروسية وعن إعلان رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء، وهو الطيار أيمن المقدم، واللي أعلن أن لجنة التحقيق الفني لم تتلقى حتى تاريخه ما يفيد عن وجود تدخل غير مشروع أو عن عمل إرهابي وراء الحادث، وهو بيشير إلى أن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني. أضاف المقدم أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الأول حول الحادث وتم إرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول والتي لها الحق في الاشتراك في التحقيق، وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. كانت الطائرة الروسية قد سقطت بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وده في أكتوبر الماضي. نروح مع بعض لخبر عن شركة مصر للطيران، واللي اجتازت للطيران للشحن الجوي، والتي اجتازت وبنجاح تفتيشات إدارة أمن النقل بالاتحاد الأوروبي وخاصة بالبضائع والتي أجريت على مدار 3 أيام. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة السياحة أن مصر ستعين شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها قبل نهاية الشهر الجاري.
أضافت وزارة السياحة أن حكومة برئاسة شريف إسماعيل التقت عددا من ممثلي شركات الأمن العالمية واستمعت إلى عروضهم، وهي الآن في مرحلة تقييم العروض المطروحة. من المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الحالي. أما هيئة تنشيط السياحة وهي برئاسة الأستاذ سامي محمود قررت إيقاف مبادرة مصر في لبنى خلال فترة الأجازات أو إجازات نصف العام الدراسي في يناير المقبل. أوضح سامي أنه سيتم استئناف فعاليات المبادرة عقب انتهاء الأجازات ومد العمل بها لنهاية مايو بدل من إبريل سنة 2016. تشمل المبادرة 5 مدن سياحية وهي شرم الشيخ والأقصر وأسوان وطابة ونويبع. وفي إطار الاهتمام بمفهوم السياحة الخضراء، أعلنت وزارة السياحة على أن مبادرتها لدعم الفنادق على استخدام الطاقة الشمسية سيجعل الدعم الموجه للطاقة في مدينة مرسى علم يوفر 91 ألف لتر سولار. أوضحت الوزارة أن تكلفة الفندق السياحي والذي يملك 250 غرفة عند استبدال اللمبات المعتادة بتقنية لمبات الليد سيتكلف الفندق نحو 2800 جنيه للغرفة الواحدة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمبادرة المطروحة تتحمل 2200 جنيه من هذه التكلفة ويتحمل الفندق باقي الرسوم. وقع وزير السياحة هشام زعزوع مذكرة تفاهم في المجال السياحي ما بين الإمارات ومصر لدفع وتعزيز الحركة السياحية ما بين البلدين. جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب في دورته 18 واللي عقدت بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة والتي اختتمت فعاليتها. تقدم زعزوع لاتحاد وزراء السياحة العرب ورقة عمل تتضمن البدء في تنفيذ البرامج والتي لا تحتاج إلى تمويل وتأجيل بدء تنفيذ البرامج والتي تحتاج إلى تمويل لحين الانتهاء من تحديد مصادر تمويل تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة. كان الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن السياحة البينية وازاي تدعيم السياحة ما بين الدول العربية وبعضها البعض، فبصراحة خبر زي ده هو خبر يعني مليء بالتفاؤل. تعالوا نروح مع بعض لخبر تاني، وهو عن ان محللون اقتصاديون اعتبروا ان الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر الماضي قد تسببت في خسائر لقطاع السياحة في اوروبا بتتجاوز 900 مليون يورو. كشفت صحيفة ذا تيليغراف البريطانية عن انخفاض أرباح الفنادق والمطاعم في باريس بنحو 40% عن مستوياتها في سنة 2014، كما انخفضت معدلات حجز رحلات الطيران الجديدة بنسبة 27% في الأسبوع التالي للهجمات، مما كلف شركة الخطوط الجوية الفرنسية 50 مليون يورو، وتقدر قيمة صناعة السياحة في أوروبا ب 500 مليون يورو. الخبر اللي بعد كده معانا عن وزارة الآثار والتي أعلنت أن من المقرر الانتهاء من مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد أدفو خلال الفترة المقبلة، وده تمهيد لافتتاحه عقب أعياد الكريسماس مما يساعد على تنشيط حركة السياحة بأسوان. أوضحت الوزارة أن المشروع بيتم من خلال تمويل المعونة الأمريكية. أكدت الوزارة أن المنطقة الأثرية تشهد حالة من زيادة عدد الوافدين بمعدل 3 أو 4% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأخيرا وبرضو لسه مع وزارة الآثار، فيفتتح الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار وده غدا يوم الأحد مقبرة مايا مرضعة الملك توت عنخ إيمن بسقارة، وده لأول مرة أمام حركة السياحة المحلية والعالمية منذ أن تم اكتشافها سنة 96. يأتي هذا بينما نجحت عملية ترميم القناع الذهبي للملك توت عنخ إيمن والتي استغرقت ما يقرب من 8 أسابيع وقام بها فريق ترميم مصري ألماني مشترك. ما تستغربوش ان انا بقول توت عنخ ايمن، بس انا خلاص هقولها بعد كده لان هو ده الاسم الصح لتوت عنخ امون. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع تاني. احداث غامضه احاطت بالملك الشاب منذ اكتشاف مقبرته اضفت عليه العديد من التساؤلات وجعلت الملايين مقبلون على متابعه اخباره ومشاهدته. ليعلن ممدوح الضماطي وزير الاثار عن انتهاء عمليه ترميم القناع الخاصه بتوت عنخ امون. تم فك اللحيه بطريقة ميكانيكية بسيطة لكن آمنة جدا في إزالة المادة اللاصقة، وكان بالنسبة لنا ظهر مفاجأتين
بعد فك اللحية، وده بنقول من حسن الحظ احنا عملنا الفحص. كان أول مفاجأة إن لقينا إن اللحية جواها أنبوب آخر من الدهن، هو اللي بيتلبس الأول في الدهن وبعدين اللحية تلبس فيه. وبالتالي هم اللي حضراتكم شايفينهم قدامكم، احنا ما كناش نعرف ان هم اتنين بيتلبسوا في بعض. فده يعني معرفه جديده عن القناع. اكد المسؤولون انه تمت مراجعه كافه الصور الخاصه بالملك منذ لحظه اكتشافه وحتى ترميمه للتاكد من هيئته الاصليه. بدا العمل بمشروع الترميم فور تكليف معالي وزير الاثار للجنه الاثريه المصريه الالمانيه بإجراء دراسة لكافة المراجع والسجلات القديمة التي تحوي صور الاقتناع منذ لحظة اكتشافه وحتى عام 2014 للوقوف على التقنية الأصلية لصناعة القناع وتثبيت الذقن به. المادة اللاصقة تم استخدامها لتثبيت ذقن القناع، تم تصنيعها خصيصا من خلال شركة ألمانية لترميم القناع نظرا لأنها تتميز بتكنولوجيا وبمواصفات خاصة ودقيقة تتناسب مع طبيعة الآثار المصرية الفريدة. قناع كان سفيرا لمصر في أنحاء العالم على مدار السنين الماضية، لتكون عملية الترميم استعادة لرونقه مرة أخرى والعودة للظهور لمحبيه. من داخل المتحف المصري، منذر أبو دوح، النيل. مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في المجله السياحيه، وجي معاد فقرتنا الرئيسيه اللي زي ما وعدتكم في بدايه البرنامج هتكلم عن مواضيع كتير بتخص السياحه. هتكلم عن التشريعات في البرلمان الجديد بما يخص مجال السياحه، ازاي محتاجين سن قوانين وازاي محتاجين تعديل على قوانين. احنا عندنا مشكله في مجال السياحه وهي ازدواجيه القوانين، لان عندنا تعدد في الجهات المسؤوله عن العمل السياحي، يعني وزاره السياحه في تحتها هيئه تنشيط السياحه، في برضو النقابات، في عندنا برضو الغرف، يعني كذا حاجة مسؤولة عن السياحة، فده بيؤدي بدوره إلى ازدواج القوانين وفي لخبطة بتحصل، فبالتالي دي عاملة عائق أو مشكلة نوعا ما في السياحة. عندنا مشكلة تانية ألا وهي أن القوانين ما تعدلتش بقالها فترة كبيرة، محتاجين سن قوانين جديدة ومحتاجين تعديل على هذه القوانين. يعني هنتكلم بشكل موسع أكتر عن مجال السياحة مع الأستاذ عادل شعبان، وهو عضو اتحاد الغرف السياحية وعضو لجنة التشريعات بالاتحاد. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك حضرتك. يعني زي ما قلت في البداية احنا عندنا مشكلة وهي ازدواج القوانين، عندنا تعدد في الجهات المختلفة المسؤولة عن العمل السياحي هنا في مصر. عايزة أعرف ده ازاي بيأثر بالسلب، وهل لي برضو جانب إيجابي ولا لأ؟ هو حضرتك بس نقطة توضيحية إن هي مش عملية ازدواج في القوانين أكتر ما هي مش بيبقى في كل واحد ليه قوانينه الخاصة بيه. لا، هي بتبقى في حاجة اسمها إحنا صناعة السياحة مش صناعة فريدة. صناعة بيخدم عليها عدة صناعات بتصل إلى 75 صناعة أكيد بتساعد على صناعة السياحة. إحنا ليه بنقول صناعة السياحة؟ هي إحنا بنبيع خدمة، لكن الخدمة دي هي صناعة. فعشان نقول في قوانين، هو في قوانين ومش قوانين مفيش فيها تضارب، لكن قوانين بالية. يعني في اصل قانون السياحة اتعمل سنة 68 اللي هو احنا شغالين بيه دلوقتي، حصل عليه التعديلات. التعديلات كانت هي شكلية اكتر منها تعديلات فعلية. يعني النهارده الرئيس بتاعنا بيطالب شباك استثماري واحد. يعني مثلا عندك في الصناعة في شيء مفروض بيطالب شباك استثماري واحد، نفس الكلام بنطالب بيه في السياحة. عندك وزارة البيئة بتحتك بالسياحة، وزارة الداخلية بتحتك بالسياحة، كذا وزارة بتحتك معظم الوزارات. فده برضك بيبقى عائق ان على المنشأة السياحية انها تتعامل لو منشأة استثمارية او حتى خدمية. بس المشكلة برضك مش في القوانين، المشكلة في الفكر. يعني سؤال، يعني كده ما فيش مشكلة في القوانين؟ لا، ان في لا ما اقصدش، اقصد ان في تعدد في الجهات، يعني زي ما انا قلت في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والغرف لا هي بقى دي معلش عايز توضيح دي ما لهاش دعوة، دي امبريلا او مظلة بتبقى بتقودها الهيئة الإدارية العليا هي وزارة السياحة. بس ما فيش مشاكل ما بين ان هو يعني في لا هي في مشاكل في مش ازدواجية حضرتك، يعني هو العالم دلوقتي كله بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ان ايد الحكومة تبقى مساعدة مش في كل حاجة. يعني النهاردة بره كل حاجة ده شغالة في التخصص. النهاردة زي ما حضرتك تفضلتي، بس هي حتة ان الغرف السياحية والاتحاد المفروض في القانون بيقول ان هي اللي بتحط الاستراتيجية العامة للسياحة في مصر بالمشاركة مع وزارة السياحة. ده كتاب.
لكن ده مش فعلي. يعني كان عضو التشريعات. انا فوجئنا احنا بنتكلم مع احد الاجهزه الرقابيه ان قانون السياحه موحد خلاص. خلاص ازاي واحنا لسه بنحطه؟ يعني مجلس الشعب لسه بيجتمع. اذا الاتصالات بيننا وبين متخذي القرار, وده اللي برجع اقول لك عليه تاني, الفكر. انا عايز ايه من قانون السياحه؟ فكري, فكري انا كقياده سياسيه عايز ايه من السياحه في مصر؟ مصر عليها 1,000,000 متر مكعب, اللي عليها اعظم بحرين واعظم نيل واعظم شمس واعظم حضاره للانسانيه. هل ده وضعها صح على الخريطه السياحيه؟ لا طبعا. بناء عليه يبقى اسن قانون او سن تشريعات عشان الهدف ده. لكن ما شنش قوانين علشان هشتغل معاهم ازاي؟ المهم يبقى عندي فكر. يعني المفروض الرب ينشئ من صغره. ايوه بس برضو الفكر ده ليه مش موجود من قبل كده؟ يعني احنا برضو مش بنتكلم في حاجه جديده جدا او اول ما طرقتش على برضو بالطريقه الشموليه. وانت كده بتجريني الحاجات اللي مش عايز ادخل فيها بس انت بتجريني. بس انا عايز يعني اقول لحضرتك حاجه. الرئيس البطل, فعلا انا بسميه الرئيس البطل فتاح السيسي ربنا يبارك لنا فيه, الراجل ده عنده قناه السويس وعنده ارهاب وعنده. هل تتخيلي ممكن في خضم ده كله يطلع قرار جمهوري بقانون للسياحه؟ تتخيلي دي؟ محدش يعرفها. ان نطلع قرار جمهوري, قرار 60 لسنه 2014, قرار غريب قوي وجميل قوي يفهموا احنا اهل المهنه, اللي هو عدل سنوات الاداره للمنتخبين والمعينين في الغرف والاتحاد. ليه حضرتك بقى لنا 20 سنه نفس الزملاء المحترمين الموقرين هم في نفس اماكنهم, فبالتالي نفس الفكر. براهو. مع نفس احترامي البوكس. لو حد برضو خبرات ممتازه خبره بس نفس, ولكن البوكس. مفيش نفس البوكس out of the box. ان هم ما بيفكروش بره الصندوق. فجاء الرئيس, احنا كمان كان الوزير راجل محترم وممتاز جدا, وخدي بالك هو وزير محظوظ. اسمحي لي اقول له انت وزير محظوظ ان هو جاء على 4 وزراء. يعني مصر جاء عليها 4 وزراء منذ الثوره, وهو الوزير الوحيد اللي بيروح ويجي اي بيرجع بس هو موجود. طيب الفكر فين بقى؟ يعني انا النهارده رئيس الجمهوريه اما يطلع قانون رقم 60 او ده قانون, ده بقرار جمهوري تشريع بيقول لا يحق لأي عضو في منشأة أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين. الرئيس ما عمل كده ليه؟ لأنه ما قعد مع الأخوة زوايانا قال لهم اللي عندكم مش طموحي, عايز دم جديد, عايز دم جديد. تخيلي أن يضحك على قرار جمهوري وقانون في تشريع, يبقى إذن نسبة التشريع طالما أنا بطلع تشريع وتلتف على الجهة الإدارية وأصحاب القرار. هنا دي المشكلة حضرتك بقى. يبقى أنا بتكلم على ان في مجموعه بتهيمن على هذا القطاع وحضرتك رغم في قرار جمهوري. ايوه فين الرقابه بقى؟ جميل قوي, رحنا الرقابه يا معالي الوزير الناس دي مش تدخلش تانك, لا قانون يسمح لها. كان معايا طبعا مستشار, انا اسف اقول وهو بيتحقق معايا دلوقتي قبل كده, مستشار قانون الوزاره قالوا لا ده هو كده برغم ان ده قرار جمهوري بقانون ان لا يحق لاي عضو اكتر من دورتين. عندك حضرتك رئيس غرفه السياحه دي رابع دوره, قالك الاتحاد او الغرف, فهو عندك في غرفه في الاتحاد. وارجع اقول مع احترامي برضو الناس قيمة وقامة, ولكن قيمه وقامه, لكن انا بتكلم عن القانون. لو احترمت القانون والتشريع هحترم العمل في البلد. الغرفه الشركه الاتحاد العام للغرف السياحيه نفس الكلام, في 4-5 المفروض بيطبق عليهم القانون. رحنا وزاره السياحه, رحنا المحكمه, قلنا يا محكمه فسر لنا القانون ده ايه, قال لك الجهه الاداريه مش عايزه تفسره. فالمحكمه قالت لك طب هات اسماء الناس. رحنا الوزاره ما عطوناش, عطونا 3-4 بيضحوا بيهم. فالمحكمه حاكمه قالت لك دول لا, وعلى الجهه الاداريه اسمع بقى دي, ده قرار المحكمه نهائي بات للدائره العليا, وعلى الجهه الاداريه تطبيق ذلك على من تطبق عليه هذه الشروط. الوزير ما بيعرض الحائط. اذا انت بتنتج, لكن في نفس الموضوع الخطه عندك مش باينه, الاستراتيجيه مش باينه. نفس الكلام في تنشيط السياح, ما في تشريع في تنشيط السياح. لكن مثلا انا مش بتكلم, انا بقول الاهرام دي جريده قوميه, قلنا بتاعت جي دبليو دي اللي هي الشركه العالميه للاعلانات حضرتك قلتيها قبل كده, اللي هي فازت ب 22 مليون جنيه للدعايه عن مصر. كويس, كان العرض اساسي ب 44 مليون نزل 22 مليون. طب الدعايه دي فين؟ قال لك دي الدعايه دي في الميديا بتاعت الفيسبوك والميديا الاجتماعيه. الاستاذ عبد الناصر في الاهرام قال يا جماعه لو عملتوه في الفيسبوك امنوه, عملوه سكيورتي عشان ما ينضربش. انضرب. عطينا شركه تانية في المانيا اسمها اف تي اي, احدى الشركات, 3 مليون يورو بدا عشان تدعم السياحه الالمانيه, وكتبت لها عقد انها تعمل 400,000 سائح. طب في 5 شركات عندي, كيوي ونيكرمان وتوماس كوك, شركات عملاقه في المانيا. طب مدي 3 مليون لها ادعي, يعني انت اعلني في تلفزيونك
لا هي المشكلة كلها برضو بترجع للرقابة. طب اسمح لي أقطع حضرتك ولكن معايا أستاذ رشاد شكري على الهاتف وهو نائب في البرلمان وهو أيضا الخبير السياحي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى قناتكم الجميلة اللي دايما تقدم كل ما هو مفيد بشكر حضرتك. شكرا جزيلا أستاذ رشاد. احتياج لي كلنا إن شاء الله. شكرا يا فندم. بتكلم النهاردة عن التشريعات يعني في البرلمان الجديد ما يخص السياحة اللي المفروض المطلوب يعني العاملون في قطاع السياحة بيطلبوا بالكثير. الأول سلامي للأستاذ لعادل بي شعلان شعبان. أيوة راجل من بسلم عليه كتير وهو رجل من الشخصيات المحترمة والملم بمشاكل القطاع طبعا وهو عضو اتحاد ألف شكرا فندم. شكرا. فالحقيقة طبعا استضافتكم لعادل بي في الوقت ده في التوقيت ده مهم جدا لأننا احنا في قطاع السياحة طبعا محتاجين توجيه الضوء وتسليط الضوء في الفترة دي على أساس إن ننهض بالقطاع ونحل مشاكله قبل ما يعني. إيه بقى المطلوب يا فندم في الفترة الجاية من البرلمان يعني التشريعات الخاصة بالسياحة إيه المطلوب الفترة الجاية؟ أول شيء بحب أطمن عادل بيه برضو وكل قطاع السياحة لأن أنا ملم بالقطاع زميل قديم يا فندم طبعا وبقول له ان انا لجنة السياحة دي لجنة كانت اسمها لجنة السياحة والثقافة والاعلام تمام. فاحنا طالبنا بفصل السياحة عن الثقافة والاعلام على اساس ان وان شاء الله هيتم فصل لجنة هيكون مخصص للسياحة لجنة خاصة بيها فقط ان شاء الله باذن الله دي اللي هنشتغل عليه. ربنا يوفقك يا معلم النائب. ربنا يوفقك. بحيث ان احنا القطاع ده فعلا احنا مش مدينه الاهتمام اللي يليق بيه ولا مدينه الوقت ولا المجهود ولا الشغل صح. اللي المفروض نعمله لقطاع السياحه صح. على اساس ان طبعا قطاع السياحه من اهم القطاعات في الدوله بيمثل اهميه هو اللي بيؤثر على الاقتصاد على كل حاجه بالظبط اهميه قصوى للامن الوطني كمان صح مهم قوي الامن الوطني هو فاهم بيقول ايه. فطبعا ان شاء الله باذن الله هيكون السياحه ليها لجنه خاصه بيها فهيدينا فرصه كبيره ان احنا نحقق باذن الله للقطاع كل ما بنتمنى لحضراتكم التوفيق طبعا يا فندم واحنا محتاجين ده كتير الفتره الجايه. استاذ رشاد شكري نائب في البرلمان والخبير السياحي. ان شاء الله باذن الله وكل يعني القطاع عنده مشاكل كتير جدا هنشتغل عليها. بنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى من احسن من بكتير. من اهم الاشياء اللي برضو هنشتغل عليها القانون اللي هو مسبب لغط كتير في الوسط السياحي. السياحه الموحد واخد بالك وده اللي هنتكلم عنه فعلا دلوقتي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. متشكرة جدا لحضرتك أستاذ رشاد شكري وهو نائب في البرلمان وأيضا الخبير السياحي. طيب هرجع لحضرتك مرة أخرى. احنا كنا بنتكلم عن يعني الرقابة وغياب دور الرقابة مع أن في تشريعات زي ما حضرتك بتقول أو في قوانين كانت في الفترة اللي فاتت ولكن ما تمش تسليط الضوء عليها بشكل كافي لأن برضو ما فيش رقابة على تنفيذها. اسمحيلي ما ظلمش الرقابة لازم يكون برضك موضوعي في كلامي لأن الرقابة احنا عندنا رقابة جهتين الجهاز المركزي للمحاسبات وده اللي بيراقب اعمال الاتحاد العام للغرف السياحيه ان يبقى في اموال عامه بتضخ من البلد وفي الرقابه الاداريه الاثنين دول بيشتغلوا. المشكله متخذ القرار يعني مثلا حضرتك معلش اسمحي لي بقى ايه زي ما قال الاستاذ رشاد احنا عندنا انات جامده من مش كل حاجه نرميها على الارهاب. العالم كله فيه ارهاب اديك شفتي فرنسا في لا ما عشان كده في بدايه الحلقه قلت احنا مش عايزين بقى نتكلم عن اللي مش عايزين بقى كل حاجه الارهاب وإرهاب. انا عايز اتكلم عن قبل الفتره دي الفتره حتى دي حتى لما كانت السياحه منتعشه كان برضو في مشاكل. فاحنا عايزين نتكلم في ترتيب البيت من الداخل يعني جهاز مركزي المحاسبات ما بيديني تقرير المفروض انا كجمعيه عموميه للاتحاد ودي اول مره هتسمعوا عنها الجمعيه دي لان اتشرف ان عضو منها بعد بيقول خدوا بالكم عندكم مخالفات جسيمه. يعني تتخيل لما يكون في موظف عندي راتبه 1.5 مليون في الاتحاد العام للغرف السياحيه موظف 1.5 مليون راتب رئيس الجمهوريه اللي شايل كل ده على همه وما بيجيبش 600,000 طبقا للقانون الاقي موظف عندي بمكافئات 1.5 مليون والوزير يعلم كده ورئيس الاتحاد يعلم كده مستشار الاتحاد راتبه 1.4 مليون موظف عنده 25 سنه لسه متعين محاسب ده 1.5 مليون ايه بقى ده 1.5 مليون في السنه فن. في السنه في السنه فن. والاسف ده طلعه محاسب قانوني والجهاز اشار عليه
اما بص الاقي شاب عنده 25 سنه محاسب عندنا ربه 3000 جنيه واجمالي مكافاته 380000 اذا في حاجه غلط. في اعضاء مجلس اداره ده اللي بتكلم عليه. لو مفيش تغيير في الدم ده كان ده من سنه 2009 مش من النهارده بيستوفوا الكلام ده. لو في عنصر فاسد للاسف الشديد الفساد هينتشر. ممكن مش عايزين نتهم الفساد ممكن نتهم اهمال. لان دي بقرارات يعني هو ما اختلسوش. يعني مثلا ما يطلع قرار من مندوب الوزير يصرف للجنه اللي هي ترى العادر او ترى العادر ده مشكله ثانيه هي بلد لوحدها برضه نقطه كنت عايز اتكلم فيها النهارده. الوزير اللي فات اللي هو خالد بيه لغى ترى العادر. الوزير هشام جاي كان هو اللي عامله قبل كده جاي رجعه. يبقى اذا النظره مش مؤسسيه دي نظره شخصيه. اذا انا بدير القطاع بنظره شخصيه مش مؤسسيه لان انا لو هي برضه مش شرط شخصيه هو ممكن تبقى مؤسسيه يعني يا فندم شايف ان ست شهور تتلغي وترجع استحاله. احنا بنتكلم على بلد بتخطط سياحه 5 سنين 2020 مش تخططها لبكره. انا مش بضرب في حد بس اقول لك حتى بصي دي صغيره. اما بص لقيت الران العارض ده ما عملوا له لجنه من الوزاره ومن الغرفه اسمحي لي اتكلم بصراحه عشان الجهاز الناس تسمعنا احنا هنا في البرنامج بنتكلم بصراحه جدا. وابص الاقي مندوب الوزير كاتب تاشيره ممتازه تصرف للجنه 15000 جنيه شهريا مكافاه وعلى سيد رئيس الاتحاد ومدير الاتحاد مراعاه اللوائح والقوانين الخاصه بذلك. يبقى الراجل حط التاشيره الصح. تخيلي كلمه اللجنه للجنه اعضاء لجنه يصرف كل زميل في اللجنه 15000 جنيه شهريا بلس زائد 250 جنيه يوميا على ايام العمل فيها. الله ايه يا جماعه هو عشان دي فلوس يا جماعه مين قال لكم كده؟ لو احنا فهمناها كده يعني ايه فهمتوها كده؟ طب رجعوا يبقى عندنا بند الاهمال برضو يتحط في اولويات. طب النهارده جهاز مركزي اتكلم وقال عملتوا ايه؟ لكن جولنا ناس الحمد لله انتخبناهم اما حاربنا وشلعنا 3 من قدام وجبنا 3 جداد قال لك لا الكلام ده ما ينفعش احنا مش قاعدين على الكلام ده احنا اوت بوكس الكلام ده فيه اهدار للمال احنا مش هنوافع على الميزانيه دي في مشكله قايمه وهتبقى تظهر ان شاء الله في الجمعيه اللي جايه لان احنا لن نوافق على هذا الاهدار للمال العام مش هنوافق. تمام ده اللي انا بطلب طيب. من الجهات بقى تفعيل كلام الجهات الرقابيه افعله مش لازم اقعدوا جميعا يفعلوا معالي الوزير يفعله مش انهم رجعوا فلوس بهدوء لا يعني هدوء حتى لو في مخالفه ترجع الفلوس دي فلوس مصر دي فلوس مصر ده في عندنا شباب مش لاقي ياكل وشباب عايز عنده فشل كبدي وفشل كلوي وفيروس سي اما ادي موظف واحد منهم 600000 لا كتير كتير يا مصر كتير. ثانيه حضرتك حاجه ثانيه انا اسف معلش خليني اقول لك اللي جوه القطاع انا ارجو انا يعني انا بعرض وجهه نظر حضرتك وارجو برضو ان انا اسمع وجهه النظر الاخرى من اتحدى اي حد يدخل على الهواء من اي حد تاني برضو يعني احنا سايبين الموضوع مفتوح لوجهتنا النظر يشرفنا فندم انا بتكلم كلام كله مستنديه مش بتكلم ده الكلام ده قايله المحاسب القانوني للاتحاد اكيد يا فندم وقايله الجهاز المركزي للمحاسبات. اما الجهاز المركزي يقول ان مصر بتصرف السنه اللي فاتت 20 مليون دولار راحوا في الهواء في الاعلانات غلط. اما يطلع لي اعلان في جرايد الشوربه والسوري اكل الحيوانات الاليفه في اليابان دعايه على مصر يرضيكي مصر تتباع ب 188 يورو اسبوع كامل اقامه بالطياره هل دي مصر؟ هل ده كيان مصر بعد 7000 سنه وحضاره وتقول انشط السياحه؟ الفكر لازم يتغير يا استاذه لازم اغير الفكر عشان لما اجيب تشريع يبقى مناسب للفكر. الرئيس عامل اللي عليه نزل قانون. تخيلي حضرتك هديكي حاجه تانية صارخه غرفه السياحه عندنا ما انا عضو غرفه سياحه برضك غرفه السياحه في الجمعيه العموميه قصدي غرفه السياحه الاول القانون نزل لا يحق قلنا لاي زميل الا دورتين متتاليتين فبعتوا يسالوا مستشار الوزير هل ده ينطبق على الغرفه الفرعيه ولا لا؟ قال لهم اللي ينطبق على الاصل ينطبق على الفرع ضربوا كلام عرض الحائط وعينوا طبعا المقربين في بقى مش عينوا مقربين ده عين راجل مدير فرع في القاهره عينوا في اسكندريه امين صندوق بلاش دي اعضاء مجلس اداره الغرفه في القاهره عينوا 4 موظفين عندهم اعضاء مجلس عندهم في شركاتهم هم منتخبين في القاهره هو ده اللي انا بتكلم عنه الرقابه على ال القوانين اللي بتصدر يا ريت الرقابه عليها يبقى رقابه عليها عشان نتاكد ان انا عضو جمعيه عموميه عن شركه واحده بتعين 2 يعني عبده بيعين عبده انا اسف اللفظ عبده بيعين عبده انا متعين على القاهره وبعين موظف عندي مدير الفرع عندي في شرم الشيخ واحنا 2500 شركه شفتي بقى الموضوع طالما انا قاعد 20 سنه وبكمل والوزير راضي عني وبنلمها جوه البيت وما نطلعش غسيلنا ووش بره غسيل ايه وبتاع ايه انا بتكلم على منظومه منظومه احنا نروح طيب للوزير مثلا اتكلمنا عن الاهمال اتكلمنا عن برضو ان يعني اسمح لي برضو اقول الرقابه يعني برضو ليها دور ان انا اراقب ما الرقابه مين يا فندم القوانين بتتفعل الجهات الاداريه بتصدر. الجهات الاداريه
المسؤول عن القانون ده بعد ما يصدر المفروض ان القانون ده يعني بيتم تفعيله والا بيبقى فيه عقوبه. يعني ده اللي انا اعرفه في اي قانون. ما في ده اللي انا بتكلم عليه. تملي فيه ثغرات واللي سموها الويندو او الشبابيك. فعشان كده بقول ايه تملي اهل مكه ادرى بشعبها. يبقى عشان كده القانون بيقول لي حضرتك اسمعيني بس اقول لك القانون قال ايه في حته التشريعات دي التي لا تحترم. بيقول حضرتك ايه بقى يرعى الاتحاد المصري المشترك للنشاط السياحي في الجمهوريه العربيه ده بقول لك من 68 نزل القرار ده ويتولى تنسيق اعمال الغرف السياحيه والشعب والفروع في المناطق السياحيه ويشرف على حسن هذه الهيئات ويعاون الحكومه في وضع الخطه السياحيه للبلاد وتنفيذها ويبدي رايه في التشريعات والنظم المتصله بالسياحه. بصي هنا بقى جاء المشرع قال ايه وعلى وزاره السياحه ان تاخذ راي الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التنظيميه المتعلقه بالنشاط السياحي وبصفه خاصه السياسه المتعلقه بتحديد اسعار الاقامه ورسم الدخول. نحط هنا 200 خط واسعار المأكولات. هل الاتحاد العام للغرف السياحيه قال تجيبوا السائح لمصر بتذكره الطيران ب 190 يورو اقامه كامله؟ يعني ما فيش كده تنسيق حصل ما بين الجهتين. اصل كده تبقى جريمه. يقول لك عشان بتبيع مصر رخيص ليه؟ ما انت هتبيعها ليه؟ لان انا بجيب المستثمر ياخد الباكج كله ياجر فنادقه هو بيحط سعر. لا لازم احافظ على عشان كده قلنا التاشيره الالكترونيه رقنا نشف. ده امن قومي زي ما قال زميلي الاستاذ رشاد. امن قومي. احنا مش بنقول على دخل قومي. ده دخل قومي وامن قومي. تعلمي حضرتك ان احنا يعمل عندنا في السياحه مباشر 4 مليون مباشر. لو كل واحد بيعول 4 او 5 يبقى انا عندي 20 مليون مواطن بيقتات من هذه المهنه. اما اجي اسوقها بهذه العشوائيه بقى. يعني حضرتك قلتي قرار النهارده قلتي خبر النهارده استاذ سامي محمود وهو معانا على التليفون يعني حضرتك طبعا. هو استاذ سامي محمود النهارده شخصيه محترمه قال موضوع شرم الشيخ او مصر في قلوبنا احنا ما حطيناش هنشيل فتره اذا ما عملش الدراسه دي من اول. احنا اللي طلبنا كده. قلنا مش معقول. احنا هو معانا على الهاتف دلوقتي برحب بيه استاذ سامي محمود رئيس هيئه تنشيط السياحه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا ومسا على الاستاذ عادل وعلى المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عايزه اعرف راي حضرتك ايه في موضوع الحلقه النهارده. يعني احنا بنتكلم عن التشريعات الخاصه بالعمل السياحي في البرلمان الجديد المطلوب في الفتره الجايه يبقى ايه. يعني راي حضرتك في الموضوع ده ايه؟ يعني دور مهم جدا في البرلمان في اصدار تشريعات متوازنه لان انا مش راضي تماما على التشريعات الموجوده حاليا واللي تدور العمليه السياحيه. انا مش راضي تماما على الاسعار اللي بتباع بيها مصر. لسه استاذ عادل كان بيقول دلوقتي طبعا لان وده يجب بقى ان يحصل نوع من التلاحم والتنظيم ما بين القطاع الخاص ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لنحط قواعد صارمة لتتباع مصر بأسعار تليق بالمنتج السياحي المصري لأن حضرتك كل ما بتبيعي بأسعار متدنية. يعني ليه يا فندم مش بيحصل إن بيبقى فيه زي مناقشة قبل ما يطلعوا قرار زي ده مثلا ما بين الجهات المختصة بالعمل السياحي؟ والله إحنا نبهنا كوزارة السياحة أكتر من مرة بضرورة إن إحنا ما ننزلش بمستوى الأسعار وقلنا اخواننا اتعاملوا بنظام البونس. يعني مثلا ممكن احتفظ بسعري بس بدي ميزه مثلا بقول لحضرتك تعالي اقعدي ليلتين واديكي ليله فري مع المحافظه على السعر بتاعي عشان لان حضرتك كل ما بتنزل اسعار بتحتاج على الاقل 3 سنين عشان ترجعي لمستوى الاسعار السابق وده شيء خطير 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 جدا. يعني كمان ما بيبقاش بس الفتره اللي فيها المشكله ولكن عشان اغضب الساعه 3 سنين عشان ارفع 10 دولار 50 دولار اول مره يعني حضرتك الاسعار فعلا وانا بتفق مع الاستاذ عادل الاسعار اللي بتتباع بيها مصر في الوقت الراهن اسعار غير جيده على الاطلاق. انا بقول ان ده مفاز بالامن القومي وادعو بقى القطاع الخاص المصري يبقى عنده منظومه متكامله ويحصل نوع من التشاور على حد ادنى. لازم في حد ادنى تتباع بيه ال5 نجوم وال4 نجوم والثلاث نجوم. انت حضرتك النهارده بتشوفي فنادق 5 نجوم بتبيع باسعار يعني انا مش متصورها بسيطه جدا طبعا لان ده في الاخر بينعكس على صوره والايمج بتاع مصر تدمير الثوره المصريه ونبدا نقارن ما بين الخدمات في مصر وغيرها من الدول المنافسه لينا بتصب في صالح الدول عماله رخيصه مستوى الاكل ونسب الهيجين في الاكل الخدمات اللي بتقدم في الفنادق لازم يتم مراجعتها فورا ويجب ان البرلمان يطلع تشريعات بالتنسيق مع وزاره السياحه ويلتزم حتى العاملين نفسهم بيشتكوا. انا سافرت شرم الشيخ الاسبوع اللي فات العاملين نفسهم متضايقين.
يعني طبعاً الجودة منظومة وإن هم كانوا متعودين على يعني مستوى معين لا الناس كلها متضايقة طبعا. وإحنا نبهنا أكتر من مرة لهذا الموضوع كوزارة وهيئة من خلال تواصلنا مع الزملاء في القطاع الخاص، لكن هي ما اعرفش ايه السبب، يعني هل هو الازمه اللي احنا بنمر بيها ربط يا محمود بيه سامي بيه؟ مفيش ربط، مفيش تنسيق ما بين الجهات. يا سامي بيه انت راجل محترم وزميلنا من زمان، الربط عندنا على الورق غير الربط في الفكر. معلش سامي بيه المفروض يبقى فيه ربط. طبعا طبعا ربط في الفكر. لسه اللي بتكلم عليه قبل التشريع يا سامي بيه، يبقى عندي الفكر السياحي ان انا ابيع مصر صح. احنا بنبيع مصر بارخص، بيقول لك بارخص ايه؟ ارخص من انطاليا يا سامي بيه. يعني انت رديك انطاليا سيبك بيها اغلى مني يا استاذ عادل تماما، ويجب ان المنظومه تتغير. يمكن احنا بنوجد بعض العذر نتيجه الظروف الازمه اللي بتمر بيها السياحه المصريه، لكن لازم نبص للمستقبل. من دايما اسمح لي استاذ استاذ سامي، كنت بقرا خبر في المجله السياحيه في اول الاخبار معايا عن مبادره مصر في لبنى واللي هيتم ايقافها لفتره بس اجازه السنه. عشان احنا طلبنا كده هو الله، انا بشكر اولا على الهوا الكابتن سامي بيه. هو ده اللي انا بقوله بقى، الربط ما بين الوزاري والفني. سامي بينزل المشروع، احنا اجتمعنا كناس فنيين قلنا ازاي ده، احنا متفقين اوريدي مع النقابات والهيئات في نص السنه واخدنا الاسعار هدعم واحد دافع اوريدي هو مدعم. الراجل تفهم هنا ده اللي بقى. هي شوفي بقى اما توصلنا لمنظومه خبره مع اداره نجحنا. انا بقول طب ليه بعد ما يطلع قرار ندرسه؟ طب ما احنا ندرسه وبعدين ننزله. طيب اسال برضو السؤال ده لحضرتك استاذ سامي عن هذه المبادره. الاستاذ عادل المبادره كانت العام الماضي كانت مقتصره فقط على الاقصر واسوان ونويبع وطابه، لما حصل ظروف الطائره الروسيه لانها السنه دي لشرم الشيخ. جم الزملاء اعضاء الغرفه قعدوا معايا وكان لهم متطلبات، قلت لهم احنا كوزاره او هيئه بنقدم دعم فقط، لكن الجزء الفني انا بتركه كليا وجزئيا لغرفه شركات السياحه لان هي الادرى اكثر في كيفيه تسيير هذه المبادره. طلبوا ان ما يبقاش في دعم، انا وافقت تماما لان طالما الفنادق مشغوله اقدم دعم ليه؟ وقلت اخد الدعم ده وامد به المبادره لمده شهر كامل لغايه 31 مايو لاستفاده اكبر قدر ممكن من المواطنين المصريين. بس انا بحب اكد برضو ان مبادره مصر في قلوبنا مش هي اللي هتحل المشكله، طبعا هتحل طبعا جزء فقط بسيط من انا بتكلم بس عن السياحه الداخليه، يعني لما بتكلم عن مصر في قلوبنا بتكلم عن العنصر الهام اللي بتوفر لي العملات الصعبه. لكن احنا قلنا نعمل مبادره حتى على الاقل عشان بعض الفنادق ما تمشيش العماله وتغلق. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ سامي محمود رئيس هيئه تنشيط السياحه على مداخلتك التليفونيه معانا، وبرجع لحضرتك مره اخرى. طيب عايز اتكلم عن انت شفت حضرتك بقى اما بنوضح بنقول حقائق، بقول يعني انا اسف مثل مصري ادي العيش لخبازه، انا خبازه النهارده هو اعترف ان انا ببيع مصر ب 180 يورو يرضى، بس انا دافع كام بقى الراجل ده؟ 3 مليون يورو. اذا انا بساعد على غلط. ما قالوناش قلنا الكلام ده ليه؟ طب ما انا عندي خمس شركات، ما في جاب بيننا وبين للاسف الجهه الاداريه، لان زي ما قلت لك امبوكس غير معالي الوزير الدم طبق قرار المحكمه معالي الوزير اللي هو عندك وانذار عندك طبق، جيب شباب ليهم دم جديد هتلاقي منظومه. والغلطان حاسبه معالي الوزير مش بهدوء، حاسبه زي ما القانون عقوبه بيقول. زي القانون بيقول ما قلتش عقوبه، انا ما قلتش عقوبه، حاسبه انا ما بخبطش في حد، حاسبه اللي اخطا. ترديك سعادتك انا اسف اخر حاجه بس عشان عندنا غرفه شركات السياحه في اسكندريه مبنى مكلف 6 7 مليون جنيه وفي منتهى الاحترام عاملينه لتدريب الكوادر. يصل الحال ان انا اجيب، انا اسف يعني عشان غرفه معينه مش منتخبه، احد السماسره فتح شركه سياحه من اخواتنا السنيين او النور، يجيب جمبري ازازي واستاكوزا وجندفلي في الغرفه اللي فيها موظفين وجايب معاه السماسره تخدم عليه. ايه ده؟ وقلنا لوزير السياحه وطلعنا الكلام ده على الفيسبوك، الكلام ده يرضي حد؟ الغرفه دي يرضي حد؟ يرضي رئيس الغرفه يقول لك ايه ده لقاء تواصل؟ هو انا هعمل الغرفه لقاء تواصل للاخوه واهل احزاب النور والدين؟ لا، السياحه مش كده ابدا. تمام يا فندم. طيب هروح لفاصل قصير وهاشتاج This is Egypt اللي تم تداوله في الفتره اللي فاتت ونرجع مره. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي معايا على الهاتف أستاذ معتز السيد وهو نقيب المرشدين السياحيين السابق. مرحبا بحضرتك يا فندم وأهلا بيك. مساء الخير.
مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني بالنسبه للمرشدين السياحيين، هو في قانون 121 لسنه 83، وده بيشوب العديد من الاشكاليات لانها بتسلب المرشد السياحي الكثير من حقوقه. يعني انا عايزه اسال حضرتك عن حال المرشدين السياحيين دلوقتي، ايه ابرز المشاكل اللي بتقابلكم، وعن الفتره الجايه والبرلمان الجديد، وايه المطلوب في التشريعات القادمه. وحال المرشدين السياحيين حضرتك طبعا حالتهم مزرية حاليا، واكبر مشكله بتواجههم ان هم مش مرشدين، ان هم عاطلين في البيت، يعني مرشدين غير عاملين او هم يعني بدون مهنه حاليا. منذ احداث 25 يناير طبعا ما فيش 10% من المرشدين السياحيين، البالغ عددهم حوالي 17 الى 18 الف مرشد سياحي اشتغلوا. حتى في الفتره اللي بعد الثوره اللي ممكن نقول السياحه انتعشت فيها نوعا ما طبعا مقارنه بدلوقتي، مظبوط، تحسن ملحوظ جدا يعني طفيف، وتحسن قليل جدا، وكان مقصور على السياحه الشاطئيه او السياحه الترفيهيه، وهي ما بتحتاجش مرشد سياحي، يعني مش السياحه الثقافيه اللي هي الاساس. طبعا السياحه الثقافيه الاساس متاثره جدا، وعندنا طبعا بالفنادق العايمه المراكب السياحيه الموجوده بين الاقصر واسوان بالارقام، يعني لم تتعدى يوما من الايام نسبه 10% باستثناء ال 15 يوم في اجازه نص السنه. طب ايه المطلوب يا فندم في الفتره الجايه؟ المطلوب يعني لتحسين حال المرشدين. المطلوب كتير جدا، لكن قصرا على سؤال حضرتك عشان يعني وقت الحلقه او وقت حضرتك. تحديدا انا هتكلم في نقطه القانون. اولا انا كنت مرشح برلماني بفضل الله، يعني ما حلفنيش التوفيق، لكن كنت قريب جدا لفرق 80 صوت ما دخلتش البرلمان. فانا كنت يعني من اهم الحاجات اللي انا برنو اليها ان احنا لازم فصل لجنه السياحه زي ما قال سياده النائب رشاد رشدي شكر السابق عن الثقافه بس لها بس نضيف لها الاثار والطيران. ده عندنا لجنه خاصه بالاعلام والسياحه، ولجنه اخرى خاصه ب السياحه والاثار والطيران. نمره اثنين، انا كنت عضو في لجنه فرعيه في لجنه الاصلاح التشريعي اللي كانت شكلت بقرار جمهوري برئاسه السيد رئيس الوزراء، وقدمنا اوريدي القانون 121 التعديلات اللي فيه. احنا كنا بنطمح في قانون جديد، لكن طبقا للظروف هيبقى فيه تعديلات، مش سنه قانون جديد، هيبقى فيها تعديلات. اهم حاجه في التعديلات دي، انا برضه عشان وقت البرنامج، كنا بنرنو الى تقليل النصاب القانوني لصحه انعقاد الجمعيه العموميه. للاسف الشديد الجمعيه العموميه عندنا في النقابه بتنعقد في المره الاولى ب 50% وفي خلال 15 يوم ب 25%، ده عدد كبير جدا نظرا لطبيعه عمل المهنه. تمام يا فندم، انا متاسفه طبعا لحضرتك على ضيق الوقت، ولكن ان شاء الله في الحلقات الجايه هبقى اتكلم بشكل موسع اكتر عن المرشدين السياحيين. استاذ معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين السابق، بشكر حضرتك، وعوده ليك سريعه مره اخرى. معلش مش معايا وقت، ولكن ماشي. تعليق اخير من حضرتك. هو كل اللي بطلبه للأسف لن أجد غيره، هو الوحيد، ربنا يعينه علينا. الرئيس اسمع للسياحيين اللي انت كنت نفسك تسمع منهم. فعل قوانينك ورقابتك، ياريت معالي الوزير يسمعنا ويدعم فعل طلباتنا. احنا عاملين حركة اسمها حركة التمرد السياحية ضد الفساد ده. نطلب الوزير حاجة واحدة بس، بقول له معالي الوزير خلينا نعمل التصويت على ميزانية، على الموازنة، على طرح الثقة في صناديق. ده حقنا، ده حق شرعي. فعل القانون 60 ده حق شرعي اللي اصدره رئيس الجمهوريه. لازم حضرتك عشان نتكلم على التشريعات ان احترم الموجود. لو احترمت الموجود يبقى اللي هعمله بعد كده هيحترم. اهم شيء قانون السياحه لازم يهتم بالنشء المصري الصغير. تمام، القانون ده لسه قدامنا، مصر مش هتخلص. مصر ان شاء الله ليوم الدين امنه، فلازم ابتدي اعيد القانون الموحد، ابتدي من النشء، عرفوا ان السياحه دي دخل قومي وامن قومي. بشكرك أستاذ عادل شعبان، عضو اتحاد الغرف السياحية وأيضا عضو لجنة التشريعات بالاتحاد. بشكرك على وجودك معنا. ألف شكر. شكرا. مشاهدينا ومتابعينا، وكده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من المجلة السياحية. ياريت المقترحات اللي احنا طلعنا بيها النهاردة من الحلقة فعلا يتم تنفيذها في الفترة الجاية، محاربة الإهمال والفساد وتفعيل دور الرقابة، وأيضا تعديلات على القوانين وسن قوانين أخرى. يعني يا رب كل ده يتم في الفترة الجاية. بشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.